يا رئيس الجمهورية أرجوك شيل الببلاوي وحكومته فيهم ناس عملاء حرامية كلهم صح كده يا سيدي الفاضل كلام الراجل ده صح عين وزارة حرب يا سيدي الفاضل واعلن حالة الطوارئ الدستور نركنه شوية لأن ده الأمن القومي المصري الأمن القومي المصري وزير الداخلية غلط برضه ما ينفعش وأحفادي وزير الداخلية غير مظبوط وعند الست الطيبة دي وعند الشعب المصري عشان تبقوا فاهمين ونرجو من الصحافة يبقى عندهم دم اللي بيقلبوا الأمور اللي عاوزين ياخدوا مراكز والناس اللي عاوزة تعيش في البلد على حسابنا النخبة الزبالة أنا بقول النخبة الزبالة يشوفوا الأحياء عايشة إزاي إعدام لمرسي إعدام مرسي إعدام مرسي إعدام الإخوان صعبان عليا يا مصر اللي بيحصل كده فيكي من ظلم الإخوان وكده عاديكي يعني يرضي ربنا دي منظر دي يرضي ربنا يقولك الإخوان المسلمين الإخوان المتأسلمين ما بقوش إخوان متأسلمين كمان ده بقوا إخوان مجرمين اوعى تقول إخواني ولا سلفي ولا ليبرالي قول أنا مصري مسلم مسيحي مصري اصحى شعب مصر